ورجعنا لكم واخر فقراتنا ريمونتادا. حان لا وقت قبل ما تبدا الحلقه حلوه بتاعت فرج حلوة. فرج دي هوب سلام ورجعنا لكم فقره ريمونتادا وحان الوقت ان احنا نسقط اكذوبه يعني بص مش بتتنقلها الاجيال اي حد عايز يلاقي سبب بيقول الاكذوبه دي. نطلع ونسمع المتحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي استاذ علاء وحيد قال ايه ونرجع نعقب. نوفمبر لابد تكافؤ الفرص كامل. الاسماعيلي هيروح لاعب المحله في المحله، الاهلي يروح المحله يلعبها في المحله. تمام. هنلعب في ملعب اتحاد الشرطه مع البنك الاهلي، الاهلي يروح ملعب اتحاد الشرطه يلعب البنك الاهلي. هي دي العداله اللي انا بطالب بيها اتحاد الكره، الاهلي يجي يلعب ماتشاته في الاسماعيليه ويشرفنا والاسماعيلي يجي يلعب في استاد القاهره او استاد الاهلي. ونجيب ده هنا ونجيب ده هنا وعادي احنا بننظم المسابقه واحنا قاعدين على الهواء. قصه ملهاش علاقه برغبه النادي الاهلي في حاجه، القصه كلها لها علاقه بالامن. النادي الاهلي مش هو اللي بيحدد ملعب المباراه عشان حضرتك بتتكلم في العداله، واتحاد الكره بتصريحات رسميه اتكلم قبل كده اكتر من مره ان الموضوع خاضع للموافقات الامنيه، النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله يلعب في الاسماعيليه، النادي الاهلي بطل للدوري للمره 42 وده اللي لسه بنقوله في اول الحلقه وهو بيلعب في الاسماعيليه، وهو بيلعب في بورسعيد، وهو بيلعب في اي مكان لان زي ما قلنا دي القاعده، فبالتالي النادي الاهلي الموضوع مش خاضع ليه، وبعدين سؤال هو النادي الاسماعيلي والنادي المصري بيلعبوا فين؟ مواجهتهم المباشره بيلعبوا فين؟ بيلعبوا في برج العرب، كان اولى وادعى ان حضرتك تتكلم في النقطه دي، الفريقين من القناه، من خط القناه، وبييجوا يلعبوا في برج العرب لاسباب امنيه، اذا بالمنطق المجرد لازم افهم ان الموضوع له علاقه بالموافقات الامنيه، وقبل كده اتقال لحضرتك هات الموافقه على ملعب الاسماعيلي والنادي الاهلي ما عندوش اي مشكله. ودي التصريحات الرسميه وهو ده اللي عندنا، بنفضل نتناقل الفكره وكان النادي الاهلي ليه مصلحه في عدم اللعب في الاسماعيليه وكان ده هيقلل من النادي الاهلي في حاجه، تصريح حسام زناتي واضح، ارسلنا جدول عوده الدوري الى الجهات الامنيه منذ 10 ايام وفي انتظار الموافقات النهائيه. سيدي الفاضل النادي الاهلي لا يحدد اماكن لعب المباريات حتى فيما يخص وهو اوقات كتير جدا كنا بنحب نلعب في استاد معين وفي بطولات افريقيا وما كناش بنقدر لاسباب امنيه نلعب في الاستاد ده. هو الحقيقه فارس لا النادي الاهلي ولا حاليا اتحاد الكره لانه واضح جدا خلاص المفروض ان انت بقيت عارف مين اللي بيحدد الملاعب والامور خلاص بقت لازم موافقه الامن على الملاعب ولازم موافقه الامن ان النادي الاهلي يروح يلعب في الاسماعيليه او يروح يلعب في بنك الاهلي او يروح يلعب في استاد معين الاسماعيلي بيروح يلعب فيه، فالامر ملوش علاقه بالنادي الاهلي. بس ده لا يعني اطلاقا اننا هنا مش بنحترم اراء النادي الاسماعيلي، مش بنحترم ان انت فكره تطالب بالمساواه والعداله، ولكن في اطار تبقى فاهم الظروف ماشيه ازاي وان النادي الاهلي بعيد عن الموضوع ده، وخاصه ان النادي الاهلي في الاسماعيليه حقق نتائج كبيره جدا بالفوز بالسداسيه مرتين والفوز باربعه اكثر من مره، فالموضوع مش مرتبط بفكره ان انا اروح العب في الاسماعيليه بقدر ما مرتبط بفكره تاريخيه على مسؤولي الاسماعيلي ان هم ينقلوها لجماهير النادي الاسماعيلي، لان النادي الاهلي النادي الاسماعيلي ما بيتعرضش لظلم امام النادي الاهلي. اللي بيحصل واللي بنشوفه الموسم ده في النادي الاسماعيلي بدون تدخل النادي الاهلي في انه يجيب لاعبين من الاسماعيلي زي ما كان بيتقال سابقا، ودي كمان مباريات الاسماعيلي في الموسم ده 5 فوز 4 هزيمة 6 تعادل، يعني في 10 مباريات فشل ان هو يحقق الفوز على ملعبه في الاسماعيليه مع فرق اخرى غير النادي الاهلي، سجل 23 هدف استقبل 19 هدف وفقد 24 نقطه، فقد 24 نقطه بتوضح ان المشكله كانت عند النادي الاسماعيلي، واتمنى المسؤولين في النادي الاسماعيلي يصدروا لجماهير النادي الاسماعيلي الحقيقه مش شماعه النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو الاكثر تضررا من عدم اللعب في الاسماعيلي، وده مش كلامنا ده كلام رئيس لجنه مسابقات الاسبق الحاج نطلع نشوفه عامر حسين ونرجع مع بعض. لان انا بقول لحضرتك احنا لو كنا عايزين نطبق اللائحه حرفيا ونزل النادي الاسماعيلي وطبقا للائحه ما فيش ملامه على النادي الاهلي ولا علينا كنت هقول للاسماعيلي هات لي انت موافقه الامن، وانا عارف ان هو مش هيجيب موافقه الامن على الاهلي، او هات لي ملعب بديل، فكان هو هيلعب في القاهره ومش هيلعب المباراه الثانيه في الاسماعيليه.
اعتقد الكلام واضح جدا من الحاج عامر حسين رئيس لجنه مسابقات الاسبق اللي كان بيتعرض لظلم شديد جدا، ولما اتغير وجاء حد مكانه عرفوا كويس جدا ان الراجل ده كان شغال بالفعل لخدمه الدوري المصري بشكل ما فيهوش الوان، والحقيقه بقى واضح جدا مين المتضرر. النادي الاهلي قادر على انه يجيب الموافقه الامنيه ان مباراه الاهلي والاسماعيلي الخاصه بالنادي الاهلي تتلعب في القاهره، ولكن نادي الاسماعيلي هل قادر على انه يجيب الموافقه الامنيه ان مباراه الاهلي والاسماعيلي تتلعب في الاسماعيليه؟ مش بيحصل. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان النادي الاهلي بيتعاقب، والمباراه اللي المفروض يلعبها في القاهره امام الاسماعيلي بيروح يلعبها في برج العرب. اعتقد وضحنا الصوره بشكل كافي، واذا عدتم في الامور ده هنعود مع كامل الاحترام والتقدير لجماهير الاسماعيلي واهل الاسماعيلي.